فصيل شو صار شو شفتي؟ وين انت كنتي؟ لا احنا كنا قاعدين بنات مجموعة بالمدرسة، المعلمات عمالهم بيطلعوا مجموعة البسط. ايه بتروح لحالها ما بعرف كيف البنت طلعت يعني المعلمات ما سمحوا حتى يطلعوا بس ما بعرف البنت كيف طلعت الدنيا صاحبتها يمكن عشان روح الخامسة. كانت واقفة على الموقف عادي يعني بتستنى باص زي بنت يعني. مرق مستوطن صار يحكي انه جت سكينة عندها بيحكوا صار يحكي قال انه بدت عنه قصوا الشرطة من كل الجهة وإجا دورة بس طيار بدو عنه مش عارفة شو شو قسم البنت؟ قسمها مرح الباكر كملي شو صار؟ اخوة يعني سمعنا اكثر من رصاصة يعني كثير بشوفها 10 هيك شيء يعني بسرعة كمان يعني الكل صار يصيح صحباتها صاروا يصيحوا الكل صار يصيح يعني وبس.